الدرس الثالث والسبعون المواريث القسم الثاني. نتابع الفرائض المقدرة في كتاب الله. الثلثان ألف للبنتين فأكثر إذا انفردتا عن أخ ذكر لهما، باء والثلثان كذلك للشقيقتين فأكثر إذا انفردتا عن الأب وعن ولد موروث ذكرا كان أنثى وعن الشقيق، جيم ومثلهما الأختان لأب فأكثر إذا انفردتا أيضا عن الأخ لأب مع عدم وجود من سبق. الثلث ألف الأم إذا لم يكن للموروث ولد ولا حفيد ذكرا كان أو أنثى ولا اثنين أو أكثر من الإخوة ذكورا أو إناثا، باء الثلث أيضا للإخوة للأم إن كانوا اثنين أو أكثر وكان الموروث كلالة أي ليس له أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ولد ذكرا كان أو أنثى. السدس ألف الأم إن كان للموروث ولد أو ولد ولد أو كان له إخوة اثنين فأكثر ذكورا أو إناثا كذلك، والجدة إن لم يكن للموروث أم بنفس الشروط. باء الأب مطلقا سواء كان للموروث ولد أم لا، وكذلك الجد إن لم يكن للموروث أب. جيم أخ وحيد للأم أو أخت وحيدة للأم إذا لم يكن للموروث أب أو جد أو ولد. دال الأخت للأب في وجود شقيقة واحدة إذا لم يكن معها أخ لأب ولا أم ولا جد ولا ولد ولا ولد ولد، ويرجع في التفاصيل لكل حالة إلى جداول المواريث وكتب الفقه وعلم الفرائض، وثمة برامج على الحاسبات لحساب القسمة في كل حالة. الوصية الوصية نوعان، ألف الوصية بالوفاء بحق أو رعاية صغار، باء الوصية بمال يصرف لأشخاص أو جهات. يشترط في الوصية ألف الرشد والتمييز، باء الوصية بمباح، جيم قبول الموصى إليه. ولا تجوز الوصية لمستحق في الميراث، ويجوز الرجوع عن الوصية أو تعديلها قبل الوفاة، ولا تنفذ الوصية إلا بعد سداد الديون. الوصية في حدود الثلث، وإذا لم تفي بالموصى به قسم بين الموصى لهم قسمة الغرماء. الوصية الواجبة وصية يفرضها القانون وإن لم يوصي بها الميت، لأولاد الابن الذين مات أبوهم قبل جدهم ولهم أعمام يحجبونهم، فتفرض لهم وصية بما يساوي نصيب أبيهم لو كان حيا، بشرط ألا تزيد على ثلث التركة. شواهد الدرس في الكتاب والسنة. الوصية، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، في الآية السادسة بعد المائة من سورة المائدة. وقال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، في الآية الحادية عشر من سورة النساء، ومثلها في الآية الثانية عشر في سورة النساء. وجاء في الحديث الشريف: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حين سأله عن الوصية: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك، رواه ابن ماجة. الكظم الحلق أو مخرج النفس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه
فلا وصية لوارث، رواه أبو داود.